تعرضت للتحذير من قبل منظمة المحمدية وجنت مفاوض ملاي ثلاثة طبعا أقول بس أقول ليش تسوي ولي أنا أريد أخليك لا أخليك على جهالك لا يعني ألا أسوي لك فإدعاها فهذا صار لي من الكلام صارت معلق ما تخلقها ويضربني علاقة على وجهي يعني كنت أخذ ثلاث مرات يعني أصل درجة للموت كنت أتعرض للكهرباء والتعذيب كثير يعني تعرض للتعذيب كثير وهسه هاي صار لي بدينا اثنين صقر هذا العرق هذا صار عندي قص قصر يقول لي النوم يجي عندي يستحي يهددني يقول لي لا تشتكي على القاضي اذا تقدر يقول لي ما تندق ويا الضباط وهو هذا صار لي والحمد لله شكرا.